كنا عايزين الأول كده تعرفنا بنفسك وتقولي بدأت المشوار الفني إزاي ومن إمتى؟ انا اسماعيل محمد علي، والفن ده انا موهبة فيه من انا وصغير. يعني بحب الشعر، بحب اقول اموال، ويعني بحب التمثيل لاحمد السقا وعادل امام والناس دي، مرغب ليهم يعني في الفن، تحب التمثيل الأداء وكذا، بتاعهم، بحب الاداء بتاعهم. بيقنعك أدائهم يا ايوه إسماعيل. حصل. تمام. طب هنروح بقى. طبعا التمثيل ده فن راقي جدا، تمام. ومش أي حد يقدر يقنع المشاهد، إنه المشاهد نفسه إن هو يتأثر، سواء أكشن سواء دراما سواء كوميدي. التمثيل ده مهنة صعبة جدا، تمام. لأن الممثل نفسه بيدخل مشاهدينا الكرام بيندمج وبينغمس في الدور، لدرجة إن في بعض الممثلين فعلا علشان يخرجوا من الدور اللي كانوا بيقوموا بيه سواء فيلم أو مسلسل، أحيانا بيحتاجوا لاستشارات طب نفسي علشان يحاول يخرج من الدور اللي كان متقمصه بعمق. عايزة أعرف إيه أكتر ممثل أثر فيك وقدر مثلا يبكيك من قلبك أو يضحكك من قلبك، أو تحب الأكشن والأدفانشر والمغامرات يا أستاذ إسماعيل من خلاله؟ كان مين؟ هو أحمد السقا أحمد السقا، بس اللي أنت بيقدر ومحمد رمضان. يوصل لك الرسالة. طيب كنت عايزة أعرف منه من وانت صغير يا إسماعيل اللي شجعك، وقف جنبك، ما أحبطكش، ما قالكش بلا تمثيل ركز في حاجة مثلا أهم، أو كان مهتم اوريدي بالتمثيل وكان مهتم ومراعي الموهبة دي وكان بينميها ليك؟ مين أكتر حد دعمك ووقف جنبك؟ بصراحة مفيش حد. لو هنروح بقى للبيت، لأ أكيد في يعني مثلا أكيد أهالينا أقرب الناس لينا، الأب والأم كان ليهم دور في حياتنا. بيمثل لك إيه والدك ووالدتك في بداية مشوارك أو نمو الموهبة بتاعتك؟ والله عملوا معاك الوالد إيه؟ والوالدة عايزيننا في الخير، في الخير. بس ان هم ان خلونا انتمي للتمثيل. لا، التمثيل ده رغبة من نفسي يعني. رغبة منك أنت. طب إيه اللي شجعك إن أنت تقتحم وتدخل وتبدأ في المشوار الفني أو في التمثيل؟ مواقفهم وتمثيلهم في أدوار سعادية، في أكشن، في فخر، في شجاعة، في التمثيل، في رجال بتحارب فيه كده يعني. زي الاختيار مثلا، زي مسلسل عشاق عظيم يعني، عظيم جدا ده اختيار. يعني انغمسنا في الاختيار وحسينا فعلا بكل مشهد كان بيتمثل، ما حسيناش ان ده تمثيل، صح كنا حصل، حاسين ان ده من جوه قلبهم، صح. نجوم كبيره وكانوا فعلا فعلا قدروا يأثروا فينا وقدروا ان هم يوصلوا لنا الموهبه دي بمنتهى السهوله والليونه واليسر. طيب هنروح بقى ليك انت كاسماعيل محمد علي، بدايه النجوميه الصاعده ليك، اول دور عملته كان ايه وحسيت بايه وانت قدام الكاميرا؟ الكاميرا دي يعني ليها الهيبه والوجاهه بتاعتها، حسيت بايه اول ما وقفت قدام الكاميرا وكان ايه اول دور ليك؟ والله ان انا املي اوصل الهدف. توصل، فكنت مركز، ما خفتش من الكاميرا، ما اتلخبطتش قدام، حسيت بثقه في النفس وانت، حصل. ولا كنت اول مره كان فيه مش هنقول خوف مش هنقول خضه بس هنقول رهبه او هنقول ليها برضو احترامها؟ طبعا حسيت بايه؟ حسيت بالتفاؤل، بالتفاؤل، واثق في ربنا انه هينجحك. ونعم بالله. طيب انت قلت لنا ان احمد السقا ده من العلامات المميزه جدا في بدايه مشوارك الفني واللي قدر فعلا ياثر في اسماعيل محمد علي لدرجه ان انت يعني تقدر تمثل لنا مشهد او دلوقتي تتقمص بقى دور احمد السقا، ايه تمام. اكتر مشهد وصل لقلبك وبتعرف مع نفسك تقلده وتعمله؟ تمام، والله هو زي عمل بالظبط. مشهدين صغيرين كده، يعني اني عساف الغريب، ولد ادهم رجب الغريب، اللي عمره الخوف ما كان من طبعه، ولا عمره اتكسر ولا حيتكسر. عايزه تخاف يا خال، انت خافي على الكل، اني لا، انا الخوف باقي لحد عندي ووقف، وان جاني بدي وشه للحيط ويرفع يده. لا تكون فاكر اني نسيك، لا مش نسيك، في بيننا حساب، لما فوق لك يا ود عمي، وقت القليلين لسه ما جاش، سلام يا خسيس.
الله الله الله.